السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله يا ربي. المهم اليوم غادي نقدم معكم واحد لفيديو اللي كيجي عبارة على الساندويتش تونسي أو بالخبز ديال التورتولا ديال التورتولا عفوا. هو اللي غادي ندير غير الخبز مختلف على الآخر. أنا ديما كنشريه كيف ما كتشوفوا. هاد المرة استعملت هذا ولكن ماشي ديال الكبير ديال الطاكوس، استعملت هذا الصغير بحال اللي درت به المملحات اخر مره. هو هذا طيرت انا كاع القزبر دوك الصغار كيف ما كتشوفوا، هو اللي استعملت انا. استعملت هذه الماركه كيف ما كتشوفوا، سمحوا لي ما حيدتش الكيلو داكشي علاش. على بركه الله دابا انا اليوم غادي نديرو بلا داند كيف ما كتشوفوا. اي لدند عندكم يا اما ديال الدجاج صدر الدجاج ولا اي واحد بغيتو. وهنا درت الخس اللي غسلت ونقيته مزيان، والبصله والفرماج، وهنا العطريه درت غير الحرقوم ودرت لي بزار شويه المليحه، وهذا وز القزبر اللي يابس الله يحيي الله يستسمحوا لي. على بركه الله دابا غادي نجي نشامل هادو كيف ما كتشوفوا. غادي نجي وندير شويه ديال الزيت البلديه كيف ما كتشوفوا. ندير التوابل ديالي كاملين، الا كانت عندكم لا مطارد ديروها، انا ما متوفرش عندي. عندي غير لا مايونيز وهادو هما اللي كنستعمل. وغادي نحركهم مزيان. ها هو كيف ما كتشوفوه من بعد ما خلطته كامل كيجي عادي. مهم اكله سريعه وما كتشدش بزاف ديال الوقت. دابا كيف ما كتشوفوا درت هنا شويه ديال الزيت، غادي نجي ندير لادن ديالنا. درت غير شويه، الا كانوا كتاكلوا الهريسه ديروا شويه ديال الهريسه، انا ما نقدرش نديرها بهم ولدي الصغير ما نقدرش نقي عليه وما كيستحملوهاش كاع الدراري الصغار كيف ما كتعرفوا. خليهم يطيبوا على خاطرهم على نار مهيله. ها هي كيف ما كتشوفوها غادي نجي نحركها. كيفما كتشوفو نخليها حتى طيب ونرجعو معاكم ان شاء الله. هيا دابا من بعد ما نوجد العدان ديالنا كيفما كتشوفو غادي نجيب هاد الخبيزات كيفما كتشوفوهم بهاد الطريقة. انا غادي ندير المايونيز هي الاولى. نتمنى يكون الفيديو واضح ليكم. وغادي نزيد لاصوص ماروكين اللي عندو الدراري الصغار راه حاره بحال الجيريين هي ما يديرهاش. وغادي نشطف الخص هنا كما كتشوفوا. كون مستوى بهذه الطريقه هو عاد. دابا غادي نجي ندير لادن من الفوق كما كتشوفوا. نستفو كامل ونجي ندير له شويه ديال البصله اللي قطعت كما كتشوفوا. ندير شويه ديال البصله كتجي فيه صراحه يا سلام بحال هكا. نجيب الفخوماج ديال الساندويتش نقسمها على جوج
ولا كاع ثلاثة. هيا كيف ما كتشوفوا نديرو بهاد الطريقة ونجي ونسدو بهاد الطريقة كيف ما كتشوفو، ونديرو في الآلة ديال البانيني. وإلا بغيتو ديرو له بحال هكا وتشدو عليه وديرو في المقلة كيف ما بغيتو، عندكم اختيار دي بغيتو ديرو له. غادي ندير معكم واحد تاني كيف ما كتشوفوا، هي شوف الثاني ندير ليها عاوتاني لازم ندير عاوتاني البصله من الفوق. نزيد الفخوماج من بعد. دابا مسألة السندويشات كيف ما كتشوفوا، بطاطا قطعتها مربعات صغار، غادي نسلقها في الماء مع شويه ديال الملح، وغادي نديروا التورطيات الصغار في المقله مع البيض، كيجيو صراحه هائلين وزوينين. خليكم مع الطريقه والمقادير. من بعد ما طبت البطاطا كيف ما كتشوفوا، ها هي طيبتها. هنا درت جوج بيضات، شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، شويه ديال اليزير، وشويه ديال القزبره. على بركه الله دابا غادي نكسروا هاد جوج بيضات ونخلطوهم، ونديروا شويه ديال الابزار والملح. من بعد دابا كيف ما كتشوفوا غادي نستعمل انا هاد المقله الصغيره، صراحه كتجي رائعه. وغنشعل فوق النار وندير شويه ديال الزبده كيف ما كتشوفوا. ها هي درت الزبده، غادي نخليها حتى تذوب بما وجدت. هذه كيف ما كتشوفوا نديروا جوج طبقات كيف ما كتشوفوا. غادي نجي دابا نكب الخليط ديالنا، غير تكون المقله اللي ما كتلصقش. انا هاد المقله راه ما كتلصقش. كيف ما كتشوفوا كيف ما كتشوفوهم دابا غادي نشوف واش طاب. راه طاب طبعا من تحت كيف ما كتشوفوا، راه كتحرك. غادي نجي نقلبها، يا اما ديروا الطبسيل على يعني طبسيل، ولا تحاولوا تقلبوها غير بهذاك ديال الميكا ديال البانكيك ولا ديال البغريق. هيا من بعد ما قلبتها نخليها تحمر وطاب من الجهه الاخرى، نشوفوا واش طابت من الجهه الاخرى. نزيد ليها من السر شويه حتى تحمر ونحيدوها ونديرو. انا غادي نقدمهم في هذا التفصيل هكا كما كتشوفوا، وغادي ندير عليها شويه ديال الفخماج وشويه ديال الزعتر. ها هي دابا من بعد ما طاب غادي نجي نقلبها في التفصيل. كما كتشوفوا نجي ندير ليها شويه ديال الفخوماج من الفوق. نزيد معكم وحده ثانيه خصنا نستفوها بحال هكا تشوفوا.
وهذا الساندويتش ديالنا راني درتو في الاله ديال البانيني كيف ما كتشوفوا. نخليو يشتغل داك اللون ونحيدو كيف ما كتشوفوا. من بعد غادي نجي نقسمه على جوج. بعد ما زدت عليها شويه ديال الفرماج غادي ندير لها شويه ديال الزعتر، كتجي صراحه زوينه به كيف ما كتشوفوا، كتجي يا سلام. غنوريكم الطريقه التحضير ديال زعما طريقه التخدين ديالو. انا درت بحال هكا وغادي ندير لي ساندويتش ديالنا هنا. ها هو كيف ما كتشوفوا مقسمه على جوج. تجي بهذا الشكل. تقدر ديرو له بحال هكا، تحطوه بهذا الشكل، تقدروا تحطوه باي طريقه نتوما بغيتوا. هذا هو التقديم ديالهم الاخير كيف ما كتشوفوهم. ها هي التورتيه وها هما لي ساندويتش. كيجيو مقفولين. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ديال اليوم، وتخليو لي التعليق ديالكم. حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.